يعني في بعض البلدان مثلا في فكرة التبرعات أو الدعم بيبقى قصادها على طول نوع من إلغاء الضرائب المقررة لهذه الجهات، يعني ليه ما نفكرش في احنا عندنا ده موجود. الصندوق بيقبل التبرعات وبيقبل المنح، يعني حتى من هيئات دولية. أيوة. لما بنقدم مشروع لأي هيئة دولية زي اليونسكو مثلا أو الاتحاد الأوروبي، في بيبقى فيه منح محددة لحاجات معينة، مثلا إذا كانت مشروعات تخص التراث أو الحرف التراثية أو الصناعات الثقافية. بيقدموا دعم. طبعا بيقدموا ده. وإحنا عندنا مشروع يمكن داخل على 20 سنة دلوقتي أيوة. وشغال بنجاح كبير، هو المنحة اللي بتقدم من مؤسسة، طبعا هو الملك تشارلز دلوقتي، بس هي المؤسسة اسمها مؤسسة الأمير تشارلز للتراث في مركز الحرف للفسطاط. في هناك مدرسة لتعليم الحرف التراثية بيجي لها أساتذة، ودي منحة مقدمة من مدرسة الأمير طب ده تشارلز، جميل جدا جدا. مستمرة لغاية دلوقتي. طيب. إلى جانب بقى طبعا مبادرة صنايعية مصر، دي برضو موجودة في مركز الحرف بالفسطاط، ده تابع للصندوق. وصناعية مصر دي مبادرات طبعا، وهي يعني واخدة رعاية رئاسية، واخدة اهتمام كبير جدا، لأن ده ملف التراث ده ملف مهم جدا. صحيح صحيح.